عندك حاجه تمر علينا؟ انا بالثقافه بحكم 10 دقائق من الاخر. هنا في الوقفة هذه لدينا مطلب واحد، هو مطالبة الوزارة بالكشف عن ما أسفر عنه التحقيق، لأنه في السابق تقدمنا بطلب للتحقيق في النتائج لنظرا للخروقات والتجاوزات التي مستها. نوجه سؤالنا مرة أخرى إلى وزارة العدل التي أعدت قرارا في ينظم المسابقة ولكنها خرقته في المواد 11 12 13 بخصوص إعلان النتائج وليس إعلان الأسماء والألقاب. جينا ولينا أهدرنا، وهذه المرة حبينا إنصفنا تطبيق القانون ما جاء في القانون، ما نعودوش الحكاية من البداية حتى النهاية، نريد تطبيق القانون. كيفاش كانت النتائج؟ كيف كان الترتيب؟ على أي أساس؟